ضمن الفعاليات الصيفية للمجموعة الكشفية لمطرانية الروم الكاثوليك أم السماق، أقيم في دار المطرانية مخيم صيفي بعنوان يسوع بحبنا 10. شارك في فعاليات المخيم الذي استمر 3 أيام 160 طفلاً وكشاف من أبناء الرعية، مارسوا خلالها نشاطات روحية وترفيهية وفقرات متعددة اجتماعية ودينية من الكتاب المقدس قدمها عدد من الأباء الكهنة. واختتم المخيم بقداس إلهي ترأسه الأب الإرشمندريت الدكتور بسام شحاتيت رئيس محكمة البداية للروم الكاثوليك بمشاركة الأب القاضي وليد الديك من لبنان.